دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والتي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه. وطلب بوريل في مقابلة مع تلفزيون الإسباني العام بدءا من حكومة إسرائيل وبعض الحكومات الأوروبية بعدم ترهيب القضاء وعدم تهديدهم، داعيا إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية.